قام اليوم الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بزيارة عمل وتفتيش إلى مؤسسة تجديد وصيانة الأسلحة والمنظومة الإلكترونية بالناحية العسكرية الأولى. وتندرج هذه الزيارة في إطار حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على المتابعة المتواصلة لأداء مؤسسات الإسناد، لا سيما تلك المتخصصة في تجديد وصيانة مختلف المنظومات. بعد مراسم الاستقبال ورفقة اللواء علي سيدان قائد الناحية العسكرية الأولى واللواء إسماعيل صديقي المدير المركزي للعتاد، استمع سيد الفريق أول لعرض شامل عن هذه الوحدة الهامة قدمه قائدها قبل أن يلتقي بإطارات ومستخدمي المؤسسة، حيث ألقى كلمة توجيهية أكد في مستهلها أن تعزيز القدرات الدفاعية الوطنية وعصرنة وتطوير مختلف مكونات القوات المسلحة يشكل أحد الركائز الأساسية التي يبني عليها الجيش الوطني الشعبي استراتيجيته لمواجهة مختلف التحديات والمخاطر. إن تعزيز قدراتنا الدفاعية الوطنية وعصرنة وتطوير مختلف مكونات قوتنا المسلحة يبقى شغلنا الشاغل ويشكل أحد الركائز الأساسية التي نبني عليها في الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، بتوجيه من السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. استراتيجيتنا بعيدة النظر التي تأخذ في الحسبان جميع التعقيدات والسياقات والظروف الأمنية التي يعرفها العالم وتحيط بمنطقتنا الإقليمية، بما في ذلك التهديدات المزمنة والمتعددة الأشكال التي استحلت خلال السنوات الماضية على غرار انتشار الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والتهريب والاتجار بالمخدرات. لقد نجح جيشنا العتيد بكل اقتدار في التصدي لهذه التهديدات بفضل صوابية المقاربة الأمنية الوطنية المنتهجة المبنية على الفهم العميق لحجم التحديات المطروحة والاستعداد الجيد واليقظة الدائمة لمواجهة شتى أنواع المخاطر، ثم بفضل التفاف الشعب الجزائري حول قواه الأمنية والمخلصين من أبنائه الذين يدركون تمام الإدراك عمق التهديدات الجديدة المطروحة وحجم الجهود الواجب بذلها للتصدي لها.